حيث ألمح وزير الخارجية التركي إلى أن تركيا ستضطر للتراجع عن اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن وقف تدفق المهاجرين إلى دوله إذا لم يمنح الاتحاد المواطنين الأتراك حق السفر إليها دون تأشيرة. وقد تعرض السماح بدخول الأتراك إلى دول الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة إلى التأجيل أكثر من مرة بسبب خلاف حول تشريع تركي لمكافحة الإرهاب وحملة أنقرة ضد المعارضين في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة. ولمتابعة هذا الموضوع بالتحليل والتعليق أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الدكتور محمد قواس الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك دكتور محمد. أهلا بك. هل تركيا بداية جادة بتهديداتها كما يقول الأوروبيون بالعودة عن اتفاق الهجرة؟ نحن حاليا نعيش حالة توتر غير مسبوقة بين تركيا وأوروبا، وبالتالي أثناء التوتر هناك مجموعة من الأدوات التي تستخدم. يعني كان هناك قرار رسمي أو تصريح رسمي صادر عن الحكومة النمساوية الذي يتحدث عن وقف التفاوض مع تركيا في شأن دخول الاتحاد الأوروبي، وبدأت أكثر من عاصمة تتحدث عن استحالة ذلك لأن تركيا تراجعت عن مكتسبات الديمقراطية. بالمقابل من حق تركيا أيضا أن تقول هناك اتفاق، وبناء على هذا الاتفاق التراجع عنه من طرف بإمكانه أن يؤدي إلى التراجع عنه من طرف آخر. أنا أستبعد أن تذهب تركيا إلى هذه الدرجة من التهديدات، وأعتبر أنه استدعاء أيضا تركي لإعادة توازن معين تم تشويهه بعد محاولة الانقلاب. وبالتالي الدبلوماسيين يعني يعلمون هذه اللغة ويعتبرونها لغة تخاطب وليست لغة قطيعة حتى الآن. اسمح لي أن أشرك معي السيد أوكتاي الماز الخبير في الشؤون التركية من أسطنبول. أهلا بك سيد أوكتاي معنا. يعني بداية برأيك، ما الذي دفع أنقرة لأن تصل للتهديد بالعودة عن الاتفاق أو عن اتفاق الهجرة؟ سيد أوكتاي هل تسمعني؟ مرحبا أسمعك. أهلا بك. الآن أسمعك الآن. نعم، أعيد عليك السؤال. يعني كنت قد سألتك ما الذي دفع أنقرة للتهديد بالعودة عن اتفاق الهجرة مع الاتحاد الأوروبي؟ الصوت لم يصلني بشكل واضح، ممكن إعادة السؤال؟ الآن هل تسمعني بوضوح؟ نعم. كنت قد سألتك ما الذي دفع أنقرة بالوصول لهذه المرحلة من التهديد لتهديد الأوروبيين بالعودة عن اتفاق الهجرة المبرم مع الاتحاد الأوروبي؟ مساء الخير. طبعاً هناك خلافات بين تركيا وبين الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي رغم ما يدعي من الديمقراطية والتمسك بالديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة الدستور والقانون، إلا أنه لم يقف إلى جانب تركيا في محنتها مع الانقلابيين، بل كأنه منزعج من إفشال محاولة الانقلاب. لو كانت هذه العملية الانقلابية نجحت لقضت على الديمقراطية التركية. تركيا تشعر أن الاتحاد الأوروبي لم يقف إلى جانبها، يعني في مواجهتها ضد تنظيم فتح الله كولان الإرهابي وضد هذه العملية. كذلك يعني لم يتفاهم ظروف التركية. تركيا لا تواجه إرهاب جماعة فتح الله كولان أو تنظيم فتح الله كولان فقط، كذلك تواجه إرهاب تنظيم داعش، إرهاب العمال الكردستاني، وتكافح هذه المنظمات الإرهابية وتعيش ظروفا صعبة. ولكن كذلك تتعرض لإرهاب منظمات اليسارية المدعومة من الاتحاد الأوروبي، ولكن لا تتلقى دعما من الاتحاد الأوروبي. لا تقف الاتحاد الأوروبي ولا تدعم مكافحة تركيا لمنظمات الإرهابية. ولذلك
خلافات بين الطرفين. طيب ابقى معنا سيدي. الأمر نعم ابقى معنا، سأعود إليك. يعني دكتور محمد، يعني كما ذكرت في بداية الحديث، طلب رئيس الوزراء النمساوي بوقف عملية التفاوض مع تركيا. بداية، كيف يفسر هذا الموقف، وهل يأتي في إطار ربما الموقف الأوروبي بشكل عام من كيفية تعامل تركيا مع محاولة الانقلاب الفاشل؟ هو يعكس وجهة نظر أوروبية قديمة كانت تحاول مواراة هذه المسألة، وكان هناك طبعا خصوصا عندما كان رجال السياسة يكونون في المعارضة يكون كلام أوضح على المستوى الأوروبي، وكانوا يقولون أنه لا أوروبا بوجود تركيا داخلها. وأعتقد أيضا وأعتقد أن الجانب التركي كان يعلم ذلك، وهو كان ذاهب باتجاه المفاوضات، أولا لتطوير علاقاته الاقتصادية والسياسية مع أوروبا، ثانيا للاستهلاك المحلي التركي أيضا، لأن هذا الحزب حزب العدالة والتنمية وعد الناخبين بإيصالهم إلى أوروبا، فهو يعني مضطر إلى الاستمرار في هذا السعي. لكن الأكثر من ذلك أن أوروبا غير جاهزة، هي البعض يعتبرها في اليمين المتطرف يتحدثون أنه نادي مسيحي، وبالتالي لا يمكن القبول بدولة إسلامية داخلة. فبالتالي وجهة النظر التي تقدمت بها النمسا ليست جديدة، وأيضا وجهة نظر تركيا التي تقول طالما نحن اتفقنا على 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 منح تأشيرة، يعني منح إمكانية دخول الأتراك إلى أوروبا بدون تأشيرة، وأنتم تراجعتم عن ذلك، وبالتالي نحن باستطاعتنا أن نهدد مقابل التهديدات بقطع الطريق على. لكن ومع ذلك أعتقد أنها ليست قطيعة بين الجانبين، هناك أكثر من ذلك بين الطرفين. هناك هذه العلاقات الاقتصادية المتقدمة، يعني يجب التذكير أن أول شريك لتركيا هو أوروبا، بالتالي فهذه يعني حاجة حقيقية لتركيا. وثانيا أن أيضا الاتحاد الأوروبي يعتبر أن تركيا هي مفتاحه نحو الشرق، وبالتالي لا يستطيع أن يتخلى بهذه السهولة عن هذا الحليف التاريخي، أيضا ليس جديد. اتفاق التركي مع الاتحاد الأوروبي هل فعلا حد من هجرة اللاجئين إلى أوروبا، وبالتالي أوروبا ستكون تركيا التزمت تماما؟ أولا تركيا ضمن هذا الاتفاق التزمت بعدم السماح للاجئين بالذهاب إلى أوروبا، لكن ليس فقط ذلك، أيضا التزمت باستعادة لاجئين كانوا وصلوا أساسا إلى أوروبا، هذا كان الاتفاق، وكان الاتفاق مقابل السماح للأتراك بالدخول إلى الاتحاد الأوروبي بدون فيزا، ومقابل أيضا مساعدات وصلت يعني إلى مبالغ مليارات من اليورو. اليوم طبعا ما زالت الفريقين حتى الآن ملتزمين بهذا، يجب التنبيه إلى ذلك، هناك التزام كامل بهذا الاتفاق، لذلك أوروبا سترتعد إذا ما يعني ذهب التركي بهذا الاتجاه. لكن أعتقد أن ذهاب تركيا بهذا الاتجاه هي بمثابة صدام معلن، ولا أعتقد أن تركيا ذاهبة باتجاه هذا الصدام، لكنها من حقها أن تستخدم الأدوات التهويلية نوعا ما التي بإمكانها على يعني إلى أمكان التأثير على 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 سياسة تركيا المستقبلية مع تركيا. يعني هل يمكن القول بأن هناك تلكؤ أوروبي نوعا ما بعدم منح إجازة دخول الأتراك إلى أوروبا دون تأشيرة كما يطالب الأتراك؟ وإن كان موجود، ما الأسباب الفعلية وراء ذلك؟ سيدتي ليس هناك تلكؤ، هناك قرار أوروبي بمنع تركيا من أن تكون جزء من الاتحاد الأوروبي، وهم سيستخدمون الأدوات الإعلامية والقانونية والدستورية والدبلوماسية لكي يقوموا بكامل العمل، ولكن بعد ذلك سيجدون يعني من المعيقات ما يمنع تركيا. اليوم طبعا تركيا قدمت لهم هدايا بمعنى الإجراءات التي اتخذتها لقمع الانقلاب، وبالتالي يعني حالة الطوارئ الموجودة، التدابير التي تتخذ عالميين صحفيين ضد قضاة، كل صحيح. ذلك هذه كلها هدايا لأوروبا تقنع من لم يقتنع حتى الآن أن تركيا ليست جاهزة بالمعايير التي فرضت على تركيا، ليست جاهزة حتى الآن لدخول النادي الأوروبي. طبعا الآن هناك ظرف ذاتي، لكن أعتقد بالمجمل الظرف الموضوعي بكينونة هذا الاتحاد الأوروبي وبتعريفه لا يمكنه القبول بتركيا عضوا كاملا في الاتحاد. الكلام المتبادل أو المشادات المتبادلة والتي شهدناها ما بين الاتحاد الأوروبي أو بعض الدول من الاتحاد الأوروبي وما بين تركيا على خلفية الانقلاب، رد تركيا هل كان ربما قاسيا في بعض الأحيان مع الأوروبيين؟ يعني لو كان الظرف مختلف كان بإمكاننا تقييم الموقف التركي بشكل آخر، لكن الأتراك يعتبرون أنهم تعرضوا إلى اعتداء كبير، وأن صحيح. هناك كان انقلاب حقيقي وليس محاولة يعني هامشية، وأن الموقف الأوروبي كان إما
متفهم وإما متأخر في إدانة الانقلاب، علما أن أوروبا يعني هي يفترض أن تكون حليف وصديق لتركيا، وتركيا هي من المؤسسين للحلف الأطلسي، وبالتالي هذه العلاقات التاريخية طبعا واضح جدا أنه كان هناك عدم ثقة. أنا رأيي كان الأوروبيين ليسوا وراء الانقلاب، ولكن لم يكن عندهم مانع من إزاحة هذا النظام في تركيا لأسباب عديدة. وبالتالي من حق تركيا الآن أن تغضب وأن تعتبر أنه الأصدقاء خانوا، اعتبروا هذا يعني هم استخدموا هذه العبارات أيضا. وأعتقد أن اللهجة التركية دبلوماسيا ومنطقيا يعني فيها وجهة نظر، فيها وجهة معينة، لكن أعتقد أن الدبلوماسيين وهم يعني أخبر منا تقنيا في استخدام عبارات وتجنب عبارات أخرى هدفها رفع سقف الحوار وليس رفع سقف القطيعة. طبعا يجب التذكير أن كل هذا يجري عشية زيارة مرتقبة للرئيس التركي إلى روسيا، الولايات المتحدة تتخوف من ذلك، الأوروبيين يتخوفون، هناك من يتحدث حتى في الصحافة الأوروبية عن احتمال، أنا أستبعده، أن تنتقل العلاقة الاستراتيجية بين تركيا وروسيا على حساب العلاقة الغربية، لكن نحن نعيش هذا الضجيج حاليا وهو ضجيج طبيعي. أيضا يعني دكتور محمد، في إطار الحديث عن العلاقات ما بين تركيا وسواء أوروبا أو مع الروس مع الولايات المتحدة، أيضا هناك توتر على خلفية تسليم فتح الله جولن، محكمة صلح أصدرت مذكرة اعتقال بحقه، برأيك كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع ذلك؟ يعني أنا أستبعد أن تقوم الولايات المتحدة بالتسليم الرجل، ويعني أولا يعني طلبوا كل الإثباتات، تركيا أرسلت هذه الإثباتات، وبإمكان الطرف الأمريكي أن يحدد ما إذا كانت هذه الدلائل هذه الأدلة كافية لكي يقوم القضاء الأمريكي بذلك أولا. ثانيا أن الولايات المتحدة ما زالت تعتبر أن بإمكانها حتى أشعار آخر التعويل على الحليف التركي في المنطقة، هو تعليف يعني وهو يعني حلف ليس بجديد، هو حلف أطلسي منذ أربعينات خمسينات القرن الماضي، وبالتالي النكسة التي حصلت حاليا يحاولون تلافيها. طبعا يجب التذكير بأنه من خلال يومين أرسلت الولايات المتحدة وفدا عسكريا على مستوى رئاسة الأركان لزيارة تركيا، ولماذا عسكري وليس مدني؟ لأنه أساسا المشكلة هي مشكلة العسكر والجيش والانقلاب العسكري. بالتالي هذه رسالة جديدة على حرص الولايات المتحدة على أن تكون أن تستمر تركيا في عضويتها الكاملة داخل الحلف الأطلسي العسكري، وبالتالي حل الإشكال العسكري بإمكان تجاوزه نحو حلول سياسية مقبلة. نعم.